التسبب الأخير في هذه الليلة إن شاء الله حسن إبراهيم الثالث دسوقي. حسن إبراهيم الثالث دسوقي من ولاية نصران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري.
صالحا
بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اقرأ بروالة خلف عن حمزة بالسبت على المفصول. أفلا تبصرون؟ أم أنا خير؟
الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء أم الإحسان؟ أحسنت. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء أحسنت. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك. لا فارغ ولا بكر، لا مسنة ولا فتية. أحسنت. لا مسنة ولا فتية. أحسنت. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بروح القدس جبريل عليه السلام. نعم، بالروح المطهر جبريل عليه السلام. أحسنت. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام شديد المخاصمة في الباب. أحسنت. أسئلة الدراية. السؤال الأول: تمد الحروف المفردة في أوائل السور ست حركات، وأما العين في كاف ها يا عين صاد وحاكم عين سين قاف فله وجهان، ما الدليل من الشرع بها؟ لابد له عند الفواتح تشريعا مفرعين وجهين. إجابة صحيحة. السؤال الثاني: أبان حمزة والكسائي من ذوات الواو ألفاظا ذكرها الشاطبي في القصيدة إيتي الشيء. وحمزة تلاها تكون الرجال وأهل العرب من أهل الحجاز ومكة.
الوسط. السؤال السادس: ما مذهب قبل للهمزتين المضمومتين من كلمتين؟ الهمزتان المضمومتان من كلمتين. وزاد نحو 20 رجلا من الأجانب.